صلى الله عليكم سماحة الوالد. يقول السائل: انتشر في بعض المساجد وضع لوحات أمام المصلين مكتوب عليها الأذكار التي تقال بعد الصلاة، فما حكم ذلك؟ يا إخواني، ما يجوز الكتابة في المساجد ولا تعليق الكتابات في المساجد، هذا من العبث ومما نهي عنه ومما يشغل المصلين، وليس هكذا تعليم العلم. ما تعليم العلم ما هو بملصقات، ولا تعليم العلم يكون بدروس وبمحاضرات وبندوات، ما يكون بملصقات تلصق. فيجب أن المساجد تخلى من هذه الملصقات والمعلقات. نعم.